حكينا على الترجي والحدث نهاية الأسبوع هو مباراة الدورة النهائي إياب لكأس ربيعة الأبطال الإفريقية لكرة القدم بين الأهلي المصري والترجي الرياضي التونسي في استاد القاهرة الدولي نهار السبت انطلاقا من 6 متاع العشية بتوقيت تونس. الترجي يعمل غدوة الصباح آخر حصة تدريبية قبل السفر في القايلة للقاهرة على متن طائرة خاصة، وكل اللاعبين على ذمة الإطار الفني بما فيهم محمد أمين بن حميدة اللي باش يسافر لمصر مع الوفد رغم الإصابة، لكن مشاركته في اللقاء هذايا مستبعدة إلى حد الآن بعد إصابته في اللقاء الأول على مستوى ساقه، يعني على مستوى الإصبع، إصابة إن شاء الله ما تكونش خطيرة، خضع للكشوفات الطبية والصحية اللازمة. نذكر أنه محمد أمين بن حميدة كان تعرض الإصابة في مباراة الذهاب في ملعب رادس وغادر الميدان، يعني حتى أثر الإصابة كانت واضحة عليه. قل قائل شكون اللي باش يكون مكان بن حميدة إذا لا قدر الله بن حميدة ما هو جاهز؟ الإطار الفني حسب المعلومات اللي عنا بقيادة المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو يتجه للاعتماد على رائد بوشنيبة كظهير أيسر، يعني يكون بن علي يمين وبوشنيبة يسار أو العكس، المهم ظهيرين نفسهم يعني زوز يمين واحد فيهم باش يكون يسار. فرضية أخرى أقل يعني مطروحة بنسبة أقل هو هاني عمام، وربما كحل أخير يكون على الجهة اليسرى. على كل حال كما قلت بن حميدة باش يسافر مع الترجي، لكن قبل اللقاء بسويعات باش يتم اتخاذ القرار النهائي في خصوص مشاركته. ومن جهة أخرى نذكروا أنه استقبال الترجي في مطار القاهرة الدولي باش يكون من طرف رئيس الأهلي محمود الخطيب، هو باش يكون في استقبال بعثة الترجي يعني في إطار المعاملة بالمثل، بما أنه رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب كان استقبل وفد الأهلي في مطار تونس كارتاج. وأيضا نحكيه على الأهلي المصري لليوم انشر بيان تعزي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، يعني عز رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب في وفاة شقيقه الدهماني المدب رحمه الله، يعني علاقات جيدة جدا رغم التنافس على كأس ربيعة الأبطال الإفريقية. فرق تونسية عديدة أيضا عملت يعني بلاغات متاع تعزية وتعازي لرئيس الترجي كما نادي رياضي الصفاقسي نادي الإفريقي والاتحاد الرياضي المنستيري. وفي آخر أخبار المواجهة بين الترجي والأهلي المصري، وحسب الصحف المصرية اليوم فإنه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر تعيين مخرج إسباني لتأمين النقل التلفزي لمباراة هذية مباراة الدور النهائي والإشراف على اللقطات في غرفة الفار، يعني الإعادة. وتعرفوا الجدل اللي أحدثته مباراة الدور النهائي لكأس الكاف بين نهضة بركان المغربي والزمالك المصري، والفريق المغربي اتهم المخرج المصري بالانحياز لفريق الزمالك، خاصة أنه يقول يقولوا المغاربة عندهم زوز ضربات جزاء ما تعودتش للفار.